القوامة وغيرها وغيرها اللي يتحدثون بها رجال الدين وكل المجتمعات الدينية، اللي همها فقط هي السيطرة على المرأة، السيطرة على قرارات المرأة. احنا اليوم نشوف بالواقع حتى من يجي رجل الدين ويتحدث وكأن المرأة عايشة حياة رغد وعايشة حياة هنية، لكن انت من تجي الى الواقع المرأة اليوم ما من حقها تغير لون الشال مالتها، ما من حقها اليوم تاكل أكلة حتى هذا لا الطبق، لهذه ما من الدرجة حقها يعني معقولة تطلع. مظلومة المرأة إلى هالدرجة؟ جدا طيب جدا، صاعدات لكزس حتى بالعراق، وين الضرب، هذا الحكي؟ حتى سوق الضرب، السيارات حتى لكزس الضرب. اني لو كنت بالاستديو استاذ، شيخ اني ما نور، شيخ قاطعت. نور وين هذا يقول لك الحكي؟ يابا صاعدات لكزس بالعراق، وين يا صاعدات سيارات لكزس شنو؟ أرقى والله المطاعم والله ياكلك. والله وعيونك، والله وعيونك. هسه خلينا اني نطلع هسه لو بالشارع كنت، نسوي اني استفتاش، هسه وين اني هذا ما الحكي؟ قاطعتك، اني ما لا قاطعتك. بس يلا صاعدات طعن قوي. انت كنت تحكي، اني قلبي يوجعني. اني لو كنت موجوده بالاستديو واراويك الطريقه اللي يتم تصرف بها الرجال بالعراق وشلون يهينون المراه، كان ما حد حكى بيكم والله العظيم. أكيد بدون المرأة تعميم يعني، هو تتعرض، البعض حالات. مو 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 شاذة، قواعد شاذة، لا 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 لا، مو قواعد شاذة. نسب العنف حاليا، نسب العنف كبيرة جدا وفاقت. المرأة مهانة، هذا واقع. المرأة مهانة، ما عندها قرارات. على شنو أنت قوامة؟ الرجال قوامون على النساء على شنو؟ هذه في زمن الجاهلية، في زمن الجواري وغيرها وغيرها وغيرها. والله المرأة ما إلها رأي، يتزوج علي ما إلي رأي، يخوني ما إلي رأي، يلعب بي جولة ما إلي رأي، يضربني ما إلي رأي. هذه القوامة هي حجة لاستهتار الرجل، كون على ثقة. الرجل حاليا في المجتمعات الدينية هو رجل مستهتر، واللي ينطال حق هم الأشخاص الدينيين. هسه تقول لي أكو واحد متفهم، أكو واحد ما متفهم، هم عندهم حجة وعندهم ضرورة، وأكو بالإضافة إلى ذلك أكو مجتمع يسانده. قوام هو شنو؟ طيب يسوي؟ بنين، في هذه الحالة اليوم احنا ما راح يعني ما راح نصل الى نتيجة. الرجل قوام شو يريد يسوي؟ انت تتزوجني تتشاركني بالحياة، تشاركني، القرار مشاركة. انت تتزوجني تاخذ قرار عني، تاخذ قرار عني مال شنو؟ ليش؟ هل يعني شنو اللي يفرقني اني عنك؟ يعني انت تطالبين بالقوامة ايضا في بيتك على انا ما الرجل؟ اطالب بالقوامة. اني عندي اليوم الزواج هو عبارة عن مؤسسة لشراكة، ماكو من ما من الممكن احد يجي ياخذ قرار ويجي يبلغني بيه ويروح يسويه. اكو اليوم زلم اليوم موجود بالمجتمع، والله اني اتزوج ومن اخلص وعود اقول لها وهي تدري وترقع راسها بالحائط، انا ما قاعد اقعد اسولف لك، والله اني طالعه ببرنامج لازم اسولف بثقافه واستخدم اساليب مثقفه، لا هذا دا احكي لك عن مجتمع انا قلبي محروق. بنين الاخت بنين، بطريقه الافكار يعني مو بالطريقه الشخصيه. وسؤالي باعتبار هي تهجمت بطريقه كليه، والحديث بالكليات عاده يعني مو دأب المثقفين. نعم، لان احنا اليوم التاثر بافكار مثلا خارج او اللي ما عايش بالعراق، احنا اليوم نعيش بالعراق ونعيش بمناطق شعبيه يا اخي، ترى المطارات متروسه نساء الموظفات، يعني هو بنفس الكلام انه اليوم احنا من نريد نشوف الموظفات منو اكثر، رجال ونساء؟ اصلا عندنا الموظفات اكثر وبكل محافظات العراق. البعض يرى انه اصلا ينافسون الرجال اصلا في، فانا اقول التحدث بحديه او النظر الى المجتمع بطريقه يعني مو بهاي الصوره. يعني اليوم احنا عندنا المراه تاخذ كل شيء ياخذه الرجل في العراق. اليوم احنا من نقول شركه، اكو شركه بالعالم يديرونها اثنين؟ اكو شركه بالعالم رئيس ادارتها اثنين؟ هسه جيب لي اي شركه بالعالم. نعم، ليش من نوصل للاسره لازم اثنين؟ ليش يعني شنو السبب؟ غير ليش أكو ليش الرجال هو اللي يقود مو المرأة؟ أكو ألف أسرة تقودها مرأة، ألف أسرة تقودها امرأة، وأصلاً مو من حق أصلاً تضربها للرجال، يعني زوجات تضرب الرجال تضربها. وين أكو مرأة تريد تتطلق تقول أنا ما أريده هذا الرجال، ما أريده؟ لعد هو شنو نسب الطلاق؟ لعد هو شنو نسب الطلاق؟ هي غير ألف وحدة تقول ما أريده. يعني النسبة الأعلى بالطلاق إنه الزوجات هم يطلبون الطلاق، وأصلاً نسبة الطلاق بطلب الزوجة. شكو النسبة الأغلب إنه حسب إحصائيات مجلس القضاء الرجال آخر نسبة موجودة الرجال اللي رافعين. خلاص هو ضاج من عنده، شو المشكله؟ قضيه نفسيه. طيب ضاج من عنده وضاج من عنده. نعم، نرجع لاصل الخلقه. اصل الخلقه اليوم احنا اعطينا وظائف للرجل واعطينا وظائف للمراه. اجى تدخل نظام راس مالي، نظام اشتراكي، قال يابا لازم نطلع هذا من نظامه وهذا نخليه شويه يتراجع،
هذا خرب علينا ولوث عقولنا. اليوم انا عندي وظيفتين، عندي وظيفه وزاره الداخليه وعندي وظيفه وزاره الخارجيه. يصير انا اقول لا والله لازم اعطي صلاحيات للداخليه نفس صلاحيات وزاره الخارجيه؟ مو هذا شغله خارج البيت وهذا شغله داخل البيت. ليش احنا من ننظم الوطن كله بقوانين عندنا طبيعي؟ ما يصير يتدخل ابو الداخليه بالخارجيه، ما يصير، لان هذا عمله واحد. ومن نجي يعني الاسره، لا ما تقاس على الاسره. لا شنو هو يعني النظام؟ النظام ترى عام يعني، النظام ايضا عام. ايضا الرجل ربما يسمح لزوجته، لا يسمح لزوجته ان تتدخل في بعض القضايا اللي تخصها بالخارج. خلاص اذا القضيه ما عندنا احنا مشكله شرعيه. القضيه اليوم احنا من نطلع اليوم احنا ازواج رايحين للمطعم، شنو اللي نسولف بيه؟ نسولف بالسياسه ونسولف بالتجاره ونسولف بالسوق. مو احنا ناخذ زوجاتنا ونطلع؟ احنا مو ناس مثلا، مو بشر. اليوم احنا مثلا غصبا ما عليك وينكو هذا